نجلاء يعني إنسانة بسيطة، نجلاء وهبت يعني حياتها للعمل التطوعي، خدت بالك؟ الخير، عاملة جروب ماشية فيه في الخير، الجروب اللي هي عاملاه ده عاملاه للخير، بتعرف الأغنياء وتاخد من الغني وتودي الفقير، شغالة في عيادة اللي هو المول، بتدرس في الكلية، كانت عايزة تستعين بحد فاستعينت بأقرب صديقة لها اللي هي دخلت عندنا البيت ديت اللي اسمها نور عشان تعاونها عبل ما تخلص الامتحانات. فطبعا نور دي تعرف عنها كل حاجة، صحاب من على النت من زمان، من 6 سنين ولا 5 سنين، إن شاء الله حتى يكون من سنة، هي صاحبتها وحبيبتي وراحت معاها يوم شبكتها الكوافير من الساعة 8. يعني بنت مسالمة أصلا ما كانت عمرها تتوقع أبدا. قالت لي يا ماما أنا رايحة العيادة وورايا كده مشوار يا ماما، مشوار خير يا ماما هعمله وهخلص واجي يا ماما. قالت لي أنا قبضت وعاملة جمعية ب1000 جنيه، المدارس هتفتح يا ماما والدروس فتح وفي عيال يتامى يا ماما، بس قالوا الكاميرات جابت الزفتة دي المجرمة هي واللي معاها. اتصلت بيها وقالت لها أنا جاية لك يا نجلاء، قالت لها تعالي العيادة مفتوحة تحت أمري. راحت لها العيادة ما لقيتش إلا هي، حابه تبص لقيتها بتعمل في التليفون بعتت رساله للمجرمين دي اللي هي مدبره معاهم عايزين يخلصوا منها. كان معاها 2 قرايبها، يعني هي استعينت ب2 من البلد بتاعتها من قرايبها، 2 يعني هي رايحه داخله على بنتي اصلا وبنتي مسالمه وما كان ما تتوقعش الا ده اختها. قالت لهم خلصوا عليها، يلا خلصوا عليها، تقول لها يا نور الحقيني يا نور الحقيني يا نور، تقول لهم خلصوا عليه خلصوا عليه، يا رب عيد ميلادك يجي وانت معدومه، يا رب عيد ميلادك يجي وانت معدومه يا مجرمه.